السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي أعزائي المشاهدين، سعيدة بلقياكم من جديد مع هذا الخبز اللي بلا محسن ديال الخبز، بلا حتى شي حاجة، خبز عادي كيجي أحسن 100,000 مرة عندي أنا من ديال المخبزات. كيجي رطب، هشيش، طيب من الداخل، زوين، بنين. اش غادي نقول لكم الا غادي ديروه وصافي، هادشي اللي نقدر نقول لكم هو هذا. هانتوما كيف ما كتشوفوا، حيدوا العجز وما تبقاوش تشريو الخبز من المخبز، لانه ولاو كيوريو لينا في مرجان، ولاو طوبات الفيران، الخبز ما كيغربلوش، الدقيق عفوا ما كيغربلوش. يعني اش غادي نقول لكم، الله يعاون هذوك اللي مساكنات خدامات وكيضطروا يشريوه صافي. اما اللي جالسات في البيت نقول لهم نوضوا جمعوا ريوسكم وعجنوا خبيزات سخانين في الدار لوليداتكم ولرجالاتكم ولريوسكم انتم الاولين قبل من كل واحد، باش تنتوما تاكلوا شي حاجه صحيه، لان الا كليتو هذا ما غاديش تغلاضوا. الخبز الا كليتو وعارفين اش كديروا ما غاديش تغلاضوا، عارفين اش حاطين فيه ما غاديش تغلاضوا، ولا درتوه بالخميره البلديه خلاص هذيك ما غاديش تغلاضوا بتاتا. ما لا درتوه هكا ما يكونش بالفورس، ما يكونش مدقص جامعين داكشي وحاطينه دقيق ونضيف وهكا، راه غادي يعني ما غايدير لكم حتى شي حاجه، لان حنا كبرنا بالخبز في بلاداتنا، كبرنا بالخبز، كنفطروا به، كنتغداو به، كنديروا الكوتي به، كنتعشاو به، يعني الخبز كان عندنا في اي لحظه، ولكن ديال الدار وداكشي. والناس كاينين الناس ضعافين، ماشي يعني غلاضين، كيقول لك لا دابا خايفين من الخبز، الخبز كيغلط، الخبز هادي، الخبز انا عندي ما كيغلطش، انا من راسي، لان انا ما كيخطانيش الخبز، الخبز كناكلو في اي ساعه في اي لحظه. يلا ما نطولش عليكم، غادي نخليكم مع هاد الخبيزات مع الطريقه والمكونات ديالهم وفرجتكم ممتعه. بالنسبه للمكونات ديال هاد الخبز هذا، غادي نحتاج كيلو ديال الفينو، ها هو كيف ما كتشوفوا ما كنستعملش انا بزاف الفورس، نفضلوا بالفينو. وغادي نحتاج واحد المعلقه ديال الخميره اللي غادي نديرها هي الاولى هكا بهذا الشكل هذا، وهاد المعلقه غادي ندير فيها واحد المعلقه ديال العسل. غندير معها واحد المعلقه ديال العسل هكا، عسل حر طبيعه الحال ما عنديش انايا غيره، المهم هادشي اللي اطلع هكا. وغادي نضيف ليهم دابا الماء، وغادي نخلي هذيك الخميره تفاعل مع العسل حتى يرطب هكا. غادي نخليهم واحد شويه حتى يرطب العسل والخميره تفاعل. الخميره عندنا يا من بعد ما ذابت مزيان مع هذا العسل، ها هو شفتوا هكا، نزيدو نحركوهم، حركوهم مزيان. عرفتوا كيفاش كيجي هذا الخبز؟ كيجي رائع، بلا محسن، بلا حتى شي حاجه، بلا سكر، بلا حتى شي حاجه، كيبقاو الزيت لا والو، ما فيه حتى شي حاجه الا الطحين. حتى العسل الا ما بغيتوش ديروه ما ديروش، الا ما متوفرش العسل ما ديروش، ماشي مشكله. بسم الله، صافي كنجمعها مزيان هكا، نحاول نجمعها، غادي نوريكم الكوندنسه ديالها، القوام ديالها كيفاش غادي يكون. صافي دابا من بعد ما جمعتها غادي نديرها هنايا، درتها باش غادي ندلكها، غادي نعطيها واحد جوج دقائق، وغادي نضيف ليها الملح، صافي وغادي ندلكها دابا، غادي نحطها تدلك. غادي نوريكم العمليه اللي كندير ليها انايا، راه ديجا موريها لكم في الفيديوهات ديالي. كتشدوا المقص ولا موس وكديروا ليها هكا، يا اما موس كتفلحوها هكا وهكا، ولا مقص كتقطعوها بهذا الشكل هذا. هذا كيساعدها باش تخمر هاد العمليه. بغيتو نوريكم واحد الطريقه اخرى، وراتها ليا واحد السيده ماشي طاليانيه ماشي عربيه، الله يجازيها بخير، قالت لك باش تعرفي الخبز كيخمر مزيان، باش خمار ما بغيتيش تقلبيه كديري هكا
واحد الوحيده غا صغيره، وكتاخدي واحد الكاس ديال الماء وكتوضعيها فيه هكا. هيا جربوا نتوما هاد العمليه فاش تعجنوا ديروها. هادي هي شفتوا هاد الكويره هبطات لتحت، هيا هابطه لتحت شفتوها. دابا غادي نشوفوا ملي غادي تخمر فين غادي تولي هذيك الكريصه. نتوما مثلا كتشقاو وما مسالينش العجينه مغطينها، ما بغيتوش كل ساعه تبقاو تطلعوا عليها بلا ما تحاديوها ما تقيسوها ما حتى شي حاجه. غطيوها وخليوها وبقاو خليو غا هذا باين، هذا الكويس باين، مره مره غادي تطلعوا عليه حتى تشوفوا هذيك تحركات هذيك القريصه. اوكي يلا ونتلاقاو من بعد ان شاء الله ما تخمر. هنا الخبز ديالنا من بعد ما خمر، هانتوما العمليه مهمه خاصو يخمر مزيان يعني يرتاح، قد ما خمر الخبز قد ما كيجي مزيان. صافي دابا غادي نبدا نشكلو، غادي نقرصو بالسميده انايا. ممكن ديروا نتوما اللي بغيتو، ديروا دقيق الحرش، ديروا الفورص اللي عجبكم. انا كنديرو بالسميده، كيعجبني بالسميده هكا. وغادي نبدا نشكل دابا خبيزات غا صغار باش يجيوني بحال ديال المخبزه هكا. كنحاولوا نشكلوهم هكا ونحطوا جنب. الشكل هذا حاولوا نديروهم متقادين، اللي عندها العبار في يدها مزيان، اللي ما عندهاش دير الميزان ما فيها بس، يعني الا بغاتهم يجيوها مقادين وعندها الضياف ولا شي حاجه دير الميزان هكا. شفتوا وكنستمر بهاد العمليه حتى كنكمل كلشي هاد الكريصات دياولي. هنا من بعد ما كملت كلشي هاد الحبات دياولي ديال هاد الخبيزات عفوا هكا، بقات ليا غير هادي صغيوره غادي نخليها تنديرها شي باريزيانه ولا شي حاجه. صافي هادو هما، عطاتني هاد الكيلو ديال الفينو عطاني هاد الكميه هادي، عطاني هادو سبعه وهاد الصغيوره. نخليهم دابا يرتاحوا واحد شويه. هنا الكريزات دياولي من بعد ما ارتاحوا هانتوما كيف ما كتشوفوا يبانو خمارو. دابا غادي نبدا نقرصهم. قرصوهم مزيان هكا. ونوضع في الطاوة ديالي اللي قرصتها، نوضع في الطاوة. السميدة حاولوا تكثروا السميدة، ديروها كثيرة، هي اللي كتجيبهم زوينين من الفوق هذيك السميده. نزيد نكرص معاكم هذه الوحده الاخرى. وكنستعمر في الدكراس حتى نكمل كلشي هاد الخبيزات دياولي. هنا نسيت البنات سمحوا لي بزاف ما وريتكمش هادي، هانتوما ملي خمرات العجينه ها هي شفتوها كيفاش كتطلع، ها هي طلعات كنت نوريها لكم قبيله مع العجينه. ملي كتشوفوا هادي راه دابا عضرت ويبان ليا الكاس، ملي كتطلع هادي يعني راه العجينه خمرات. ردوا البال غير هادي بلا ما تقلبوا العجينه كيف ما قلت لكم في الاول، جربوا هاد العمليه راه مهمه البنات. ديروا الماء يكون دافي، الماء باش عجنتو هو اللي ديروه هنايا. بقات ليا هاد الصغيوره ها هي، غادي نقرصها هكا
باش غنديرها شي باغيطا. هنا من بعد ما كملت الدكراس كلشي كيف ما كتشوفوا، هادو هما اللي درت الاولين، هادو عاود ثاني غادي ندير الاخرين، غادي نديرهم هنايا هكا. ما كنفرش، وليت كنحاول البنات انتم لا قديتو ما نبقاش نستعمل بزاف داك الورق ديال الزبده، راني بديت ولكن الله يجعل سيدي ربي يغلبني عليه ما نبقاش نستعملو، لان بغيت نحيدو، قريت عليه بزاف حتى هو ديال المشاكل فيه، وبديت كنحيدو حتى هو الالومنيوم رانا حيداه شحال من عام هادي، وهذا حتى هو بغيت نحيدو. وهنايا الخبيزات من بعد ما قرصتهم كلهم، بقات لي هاد الصغيوره اللي قلت لكم يلاه قرصتها، ويبقى كيطلب فيا الدار قال لي عافاك لما ديري لي فيها هذا الفلفله الحاره. اش غندير ليه فيها دابا؟ غادي ندير ليها هانتوما شفتوا معايا العجينه كيف ما قلت لكم، ها هي طلعت الفوق، ها هي ما عندي ما ندير بها، ما حاجتيش بها، غادي نرميها اوكي، وغنمشي غانتي هنايا. ها بغى الفلفله اش غندير له الفلفله؟ دابا غنشد هذه هكا، ولا ممكن دير انا تصبت قرصتها، ولا نتوما قطعوها شرائح، ولا ديروا اللي بغيتوا هكا سميتو العجين ديالكم. انا تصبت كيف ما قلت لكم قطعتها هكا قرصتها هكا، دابا غادي نحاول ندير لها هذا الشكل هذا. المهم باش بغيتها طويله، ما قالش لي حتى لاخر لحظه، قال كون عدرتي لي فيها الحار وجبد لي الفلفله، وقال لي هاك شل لهم، قال لك دير لي فيهم الحار. دونك انا باش غادي نخليه بخاطرو غادي ندير لي هكا بهذه الطريقه هذه. هادي راه ما كايناش في الموضوع ديالنا اليوم، هادي جات على غفله اوكي. هكا صافي، ونخليها عليه دابا بهذا الشكل هذا هكا، نحطها هنا ولا هنا هكا، ندير لها شويه ديال الطحين تحت باش ما تلصقش صافي. وغندير الاخرى بنفس العمليه حتى هي. ودابا اللي مهم غادي نشرط معكم الخبز، غادي نشرطوه بهذا الشكل هذا اوبس يا الله هكا وهكا صافي. غادي نستمر نشرط الخبز كله ونتلاقاو من بعد ما يخمر ان شاء الله. والبنات هاد الراجل غيحمقني، قال لك لا لا هذيك اللي درت انا بطريقتي ماشي هكاك خاصه، قلنا ليه اشنو خاص؟ قال لك دير ليها بحال هكا، قطعها هكا يا ربي السلامه. شي واحد الريحه خارجه منها بعدا عم جهده، بغيت انا كاع نقيسها. قال لك دير ليها بحال هكا وديري لي خبزه اخرى فوقها، قال لك هو انا ما عنديش الخليط ما غندير ليه حتى خبزه اخرى فوقها، غندير ليه غير هادي بحال هكا هكا صافي، خليها لي طيب هك يلا ها صافي. المهم راه غادي نوريكم النتيجه من بعد صافي. هنا الخبز ديالي من بعد ما خمر هانتوما كيف ما كتشوفوا ها هو طلع، وهنا الفران راه هو ديجا سخون وشاعل، غادي نرمي فيه الخبز ديالي انتقم بعد ان شاء الله. الخبيزات ديالي من بعد ما طابوها هما كيف ما كتشوفوا، شفتوا كي داير هكا جو رطبين زوينين، هانتوما سالم ديال المخبازه اللي بارك ينقز عليه الفاروق سوبر مارشيات، والطحين كاع ما يغربلوه من اختي، كلشي كاين في الدار نعجنو نعجنو بيدياتنا. هاد السميده الا جاتكم كثيره تتسوسوها بحال هكا، تخلطوهم تتساس منهم تنحيد ليهم كاع هاد السميده، وتنوضعهم هنايا في الطبق تنحولهم هكا، تنوضعهم هنايا بهذا الشكل هذا
هانتوما شفتوهم كي جاو، جاو رائعين، حمر مكرمل وبنين، وما كامل الساعه ونص صايبته بالخميره والطياب وكل شيء. يعني ما تيبغيش وقت كثير، عافاش يلاه تعجنوه وتخليوه ديروا الفران يسخن. موريتش لكم، نسيت موريت لكم هادو، ها هما هادي وها الاخرى، ها هي شفتوا، هادي ديك اللي دورتها بحال باريزيان، وهادي الفليفله الوسط ديالو هاك شفتوا. نقطع معكم شي وحيده دابا باش تشوفوهم مزيان من داخل ديالو. هانتوما ونقطعوها من الداخل ديالها، شفتوا الخبز كيفاش داير، فارك البابا ديالو، ها معجنة ما حتى شي حاجة، تتكال ماشي بحال ديال الفورس، فهمتوا، أحسن ديال من ديال المخبازات. ها ديال الفورما اللي بغيتو نتوما، الشكي اللي بغيتو نتوما، ونتمنينا الاعجاب ديالكم الخبز ديالي، وتجربوه في البيوت ديالكم، وتشجعتكم القناه كوتشينه مينا بجام باش يوصلكم دائما الجديد. ولا اول مره كتزور القناه ديالي مرحبا بها، تبارطاجي مع الاهل والاحباب ديالها باش الفائده تعم الجميع. صباحكم مبروك، الى فيديو قادم ان شاء الله، ما تنساو الجام.